الشباب، يجب أن تفهم الناس من الذي يأمر بإطلاق الرصاص على الشباب؟ بربكم لأجل منصب يسقط 8 شهداء بالرصاص الحي و100 جريح؟ إلى الآن جرحى عندنا بالناصرية أكثر من 17 جريح حالتهم خطرة، كل هذا لأجل منصب؟ أستاذ عدنان يعني الألم كبير بداخلنا، وأنا آسف اليوم إذا شوية دبلوماسية معالية، لكن يعني الحزن يملأنا، الرعب في الناصرية من رصاص يا أخي، أحاديات استخدموا يوم أمس، ما يعقل أنه الجرائم ترتكب ولا تخرج لنا لجان تحقيق تبين من أمر بإطلاق النار؟ لماذا هذا الرصاص المستخدم ضد يا أخي؟ اليوم انتبه لي، اليوم مثلا قوات الجيش حينما وقفت مع المتظاهرين ما صار أي إجرام، يعني هم الشباب من كانوا يتظاهرون أسبوعيا على ناظم الوائلي، هم شنو يسوون؟ أقصى شيء أقصى شيء يقفلون باب المحافظة بقفل يا أخي، لأجل حتى خلنا نذهب بعيدا، خلنا نذهب بعيدا ونقول إنه مثلا هم حاولوا حرق المكان، يستحق 8 شهداء و100 جريح برصاص حي يا أستاذ عدنان؟ هل يعقل هذا؟ أنا أشوف حسين يواش، الحلقة تأسست على أساس حضرتك ودكتور نجم وعلاء الركابي. دكتور علاء احتذر قبل دقيقتين، لاحظ قبل دقيقتين بالضبط اعتذر من البرنامج، قلت له مو بحقك مو بصالحك انه تعتذر بهذا الظرف بالذات، انت اذا تقول اني متظاهر والناصرية يحترموني ويريدوني اطلع لأهل الناصرية، وهو دا يتابعني هسه دا يشوفني، زين اطلع احكي، ما اعرف شنو اللي حصل وراها، ما اعرف من اللي اثر عليه، ما اعرف، بس مو زين بحقك دكتور علاء انه تعتذر قبل دقيقتين، معناها انت مو تشريني. لا صار عدنان اذا اسمح لي يا واش، انا بدي احكي.